الله راه تقريبا هاد السنه غادي نفوتوا 2 مليون زائر. هاد الموسم ما نقدروش ما نجيوش ليه، نسمحوا في بهايمنا، نسمحوا في ولادنا، نسمحوا في كل شيء. فكان الناس ياتون اليه تبركا بهاد الامغاريين ثم احتفالا بنهايه الموسم الفلاحي. الناس ديال الكلا من الناس المربين ديال الخيول ديال تبوريده. موسم جميل جدا ونفعنا اقتصاديا.